نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الأربعاء 26 حزيران 2013. بلدة شرق صيدا كما المدينة بدأت تستعيد حياتها شبه الطبيعية وفي ظل لغز اختفاء الأسير وتضارب الأنباء حيال المكان الذي انتقل إليه لفتت مواقف دولية تحذر من مخاطر الانزلاق إلى النزاع السوري. وقد أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبراهيمي من جنيف أن الاشتباكات بين الجيش اللبناني وأنصار الأسير تذكر بقوة بمخاطر امتداد النزاع في سوريا إلى ما وراء الحدود. وفيما الأمن على توتراته المتنقلة من منطقة إلى أخرى، بدأت الطبقة السياسية منهمكة في جدلها بعدما فتح على مصراعيه ملف التمديد لقائد الجيش جان قهوجي، فيما مسار التأليف الحكومي على تعثره على رغم الاتصالات المتسارعة. ضيفنا اليوم في برنامجنا نهاركم سعيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية النائب السابق أسعد هرموش. معه نتناول التطورات من التوترات الأمنية والأزمة السورية للملف الحكومي وما بينهما. نهارك سعيد، أهلا وسهلا فيك. نهارك أسعد. نحن بالبداية طبعا نروح على حركة السير لنشوف بداية كيف هي طرقات، يعني لأنه هاليومين بسبب يعني التوتر بسبب العملية اللي حصلت في صيدا والقلق اللي أثارته أيضا لدى الناس، كان في شوية بطء بالحركة، الناس كما كتير تحركت، واليوم رجعت استعادت نشاطها بقوة كما يبدو لدرجة الكاميرا وقفت. في ضغط سير إذا باتجاه بيروت، شفناه من جونيو وحتى على الدورة على جسر الدورة. صوب الكارانتينا جسر شارل حلو، حركة سير عادية، مساحة ساسين كمان حركة سير عادية، الحمراء طبيعية جدا ونشيطة، طريق المطار كمان حركة سير طبيعية، وصيدا حركة سير طبيعية، يعني تشير مثل ما قلنا إلى استعادة هذه المدينة نسبيا يعني حركتها الطبيعية. يعني هل كانت ظاهرة الشيخ الأسير وحركته غير طبيعية في سياق المشهد اللي كان حاصل وتم استئصال يعني هذه الظاهرة؟ بالبداية لا شك يجب أن ننظر للأمور بوضوح وبنظرة كلية شاملة. حركة الشيخ أحمد الأسير ليست حركة وليدة الأمس أو أول أمس. نعم. هي تنفيس لاحتقان لواقع مأزوم. نقول بصراحة الواقع الإسلامي السني يشعر بمرارات كبيرة في هذا البلد. يعني نحن نعتبر أن المسؤول عن أحمد الأسير هو من قتل رفيق الحريري، ومن هو المسؤول عن أحمد الأسير هو من ارتكب 6 أيار، من فعل الأفاعيل في الواقع السياسي اللبناني، من قتل سامر حنا، من وضع الدولة والجيش والحكم والنظام العام رهينة القرار السياسي الأحادي، من المسؤول عن أحمد الأسير هو اتفاق الدوحة، هو إسقاط حكومة فؤاد السنيورة ومحاصرته أولا، ثم إسقاط حكومة سعد الحريري. نعم. هو مسؤول عن أحمد الأسير هو هذا الذي يجري في طرابلس على عينك يا تاجر. المسؤول عن أحمد الأسير هو الذي حصر عرسال. المسؤول عن أحمد الأسير هو الذي أقام حواجز. نعم. مسلحة تمر بسلام. المسؤول عن أحمد الأسير هو الجناح العسكري لبيت المقداد. كل هذا التراكم هو الذي أدى إلى هذه الظاهرة. يعني اللي ممكن كله اختصاره بحزب الله، حالة احتقان، نعم، مسؤول عنها حزب الله، مسؤول عنها الطاقم السياسي للشيعية السياسية.
الحقيقة نحن أهل السنة نقول بصراحة، يعني كنا في الماضي قبل اتفاق الطائف نشتكي من المارونية السياسية التي كانت تهيمن على الساحة اللبنانية. يا محلى أيام المارونية السياسية. رجعوها. في عندنا لا ما ضروري يكون دائما تحت هيمنة. طب شو لكن أنت إلى السنية السياسية. لا هلا نحن بشيعية سياسية، شيعية سياسية نعم. متحكم بكل مفاصل الدولة. شيعية سياسية الآن تتحكم بمركز السلطة الوحيد المتاح نحن لأننا كأهل سنة وجماعة في لبنان. هو تشكيل الحكومة. لماذا لا يسمح الآن بتشكيل الحكومة؟ لماذا بغض النظر عن موقفنا من تيار المستقبل، تيار المستقبل فاز بانتخابات 2009 وبكل الأنظمة الديمقراطية يحق لحزب الأكثرية أن يحكم. إجا سعد الحريري وعمل حكومة نسفوا الحكومة كلها، وبالتالي أقصيت الأكثرية عن الحكم. كل هذا التراكم، الموقفين الإسلاميين، قضية الموقفين الإسلاميين، ناس مظلومين مأهورين في لبنان، معتقلين هيك لا ظلم لا جنية ولا جريمة. تصوري سدولي بالأمس صدر قرار عن المحكمة العسكرية، قرار قضائي، حكم قضائي ببراءة الشيخ طارق مرعي إمام مسجد منقارة بطرابلس، له موقوف 5.5 سنين. من أوقف آلاف مئات الشباب؟ من قمع كل هذه الحالة؟ من أصر على أن دائما تستفز هذه الحالة؟ من نسف كل التركيبة اللبنانية ونسف كل الوفاق الوطني، وبالتالي حول مشروع المقاومة اللي نحن جزء منه ونحن معه بالكامل، نحن المقاومة دمنا. أنا عبقول، أنا كنت ربما لا أزيع سرا، أنا يمكن آخر عضو بالمكتب السياسي للجماعة الإسلامية، كنت ما أزال أقول يجب أن نتفاهم مع حزب الله ويجب أن نحافظ. حصلت يعني مؤخرا. نعم. مش من زمان، أنه يجب أن تبقى المقاومة، ونحن ندافع عن سلاح المقاومة مش إسرائيل. لكن ما سلاح المقاومة بصيدا؟ ما سلاح المقاومة بعبرة ومجدليون؟ نعم. ما سلاح المقاومة ببيروت وبطرابلس وبالمربعات الأمنية؟ هذا السلاح هو السبب في الذي جرى في عبرة أخيرا، هو المسؤول عن أحمد الأسير وعن تهور أحمد الأسير. نحن مع الجيش، مع الجيش اللبناني القوي العادل المتماسك، نحن نفدي الجيش بدماء أبنائنا بالعربي. في ستنا في 40,000 عسكري سني بالجيش اللبناني. يعني نحن هلا نحن صفينا ضد الجيش، والأبطال هن يلي قتلوا سامر حنا وسلموا، واحد ما عرفنا انه هو المتهم ولا غيره. حتى الان احنا مغمغوا قرار المحكمة العسكرية، ولا عرفنا حتى الان انه سلموا المتهم ولا شبيهه ولا واحد بالوكالة عنه. وبعد 7 أشهر اطلق سراحه. طيب واحد بيقتل ضابط طيار بالجيش اللبناني بيطلع بعد 7 أشهر، وواحد ما بيعمل شيء بنحبس 5.5 سنين. اي دولة هذه واي جيش واي عدالة؟ نحن هذا الجيش عيوننا، حريصين عليه وبدنا اياه، بس يجب أن يكون الجيش عادلا. العدل عاجز دون قوة تدعمه، والقوة طاغية دون عدل تدافع عنه. إذن فلكن كل عدل قويا ولتكن كل قوة عادلة. يعني هلأ الجيش منه عادل الجيش عم يدافع عن نفسه. أنا بقول تهور أحمد الأسير هو الذي جره إلى هذا، هذه غلطة عمره. وقع فيها التعرض للجيش ممنوع. الجيش جيشنا، والجيش نحن عماد أساسي فيه، ونحن بنحطه بعيوننا، وممنوع التعرض للجيش. لكن هذا الجيش اللي هو عيوننا لازم يشوف بالعينتين. ليش؟ هلأ أنا بقول، وأنت بتعرفي وكل الناس بيعرفوا، حاجز اللبوي اللي حاصر أرسال. حاجز لميليشيا حزب الله. بيمروا عليهم الجيش وبيقولوا يعطيكم العافية. طيب في قوة إسلامية سنية أو في قوة مسيحية عفوا بالبلد، أو في قوة درزية بالبلد، أو في قوة لبنانية العلمانية بالبلد، عامل حجز مسلح، بيمر عليها الجيش بيخليها واقفة. ليش يعني ليه بصيدا ما كان هيك عم بيصير؟ يعني مع جماعة الأسير ما كانوا يمرقوا قدام، وصار في صور نحطت بالجرايد. صحيح. يعني أنه هذا حصل، ما حصل هذه العملية لم تحصل، لم يتحرك الجيش بالقوة يعني إلا عندما تعرض. صحيح. كمان لإطلاق النار والاستشهاد ضباط وعناصر. نحن يعني عندما يتعرض يمكن باللبوي أو بغيره من قبل حزب الله لهذا لاعتداء مماثل، بس يمكن بده يساعدها كمان. طيب. يعمل عملية مماثلة. طيب ستنا،
سؤال. نحن ضد التعرض للجيش بحكم يعني انا بالبدايه نحن متعاطفين مع الجيش لانه الجيش بالنتيجه اولادنا. انا قلت لك اولاد عمنا، اولاد جارتنا، اولاد ضيعتنا، اولاد منطقتنا، هدول عناصر الجيش. الجيش من وجه من الحيط. الجيش من ابنائنا، ونحن بنحافظ على الجيش ك ك ك ك كمؤتمن على الامن الوطني. مش هيك يمكن اتكل الاسير عندما وجه نداء الى لا لا شو بدي، ما هذا حكي فاضي. نحن فتنا بمشروع الدوله عن قناعه. الاسير لا يعبر عن وجهه نظر الطائفه الاسلاميه السنيه. الطائفه الاسلاميه السنيه تاريخيا هي طائفه اهل الحكم واهل السلطه، هي الوجه الحضاري للبنان. الطائفه الاسلاميه السنيه دائما هي، الله يرحمه رياض الصلح كان مع بشاره الخوري، وهن هن اسسوا لبنان. هن مع هذا المشروع. نحن ما عندنا خيار الا مشروع الدوله. يعني مع احترامي، الشيعية السياسية عندها مرجعية عند خامنئي وعند ولاية الفقيه وعند سوريا وعند كل هذا المحور الممانع بين قوسين، كل هدول معها وعندهم مرجعيتهم. مع احترامنا اخواننا المسيحيين عندهم مرجعيتهم. مين مرجعيتهم؟ عندهم مرجعيتهم الدينية الكبرى اللي هي بتتمثل قداسة البابا. عندهم مرجعيتهم السياسية. دخل بالسياسة يعني. كمرجعية كرافع للصوت. نعم. يعني نحن هالطائفة المظلومة المأهورة يلي بتشعر يلي بتنتقل من إحباط لإحباط. مين مسؤول عنها؟ ما عندكم مرجعيتكم كمان الإقليمية اللي هي السعودية واليوم كمان قطر سعودية لا من دول الخليج. نحن على كل هلا نحن منبارك ل الأمير قطر جديد وإن شاء الله بيكون عوشه الخير. أول ما بلشت قطر بلشت مع أخواننا الشيعة، ما بلشت مع السنة. بلشت مع اليوم الدولة. أنا عم بحكي بالذات السعودية الراحل. السعودية بتدعم الدولة اللبنانية، ما بتدعم الطائفة الإسلامية السنية. نحن لا بابا ولا ماما، يعني نحن ما عندنا حدا كتير يعني عم بتصور وضع الطائفة السنية وكأننا نعم فعلا في واقع مؤلم معترة ومعزولة ومتروكة ومحدا داعمة. صحيح، في واقع متروك ومؤلم. لكن نعم. الشيخ الأسير منين جايب هالسلاح وهالمال؟ لكن مين في يخبرنا؟ لك هلا هذا انه شو سلاح يعني عنده 20 بارودة شو او 20 لك ما لك 30 100 امبارح وزير الداخلية لك واحد تاجر بيشتريهم. لا هدول منو جيش؟ هذا الجيش حزب الله. حزب الله العناصر المسلحة اللي كانت لابسة ثياب الجيش بصيدا ومنتشرة بعبرة ومنتشرة بمجد اليون وحاطة ربطات. نعم وحاطة ربطات. صفر في عسكري بالجيش بيلبس ثياب جيش وملتحي. انت بتعرفي في عسكريين ملتحين بالجيش؟ لا. طيب طالعين على الصور ونحن عندنا اثباتات ومعالي وزير الداخليه ما شاء الله عنه. قال هو لا، قال حزب الله ما اشترك بالمعركه. مين قال ما اشترك؟ يسأل اهل صيدا. هلا امبارح النائب حسن فضل الله يروح يسأل اهل صيدا اللي شافوهم بعيونهم انه كانوا مشتركين. بيقول ما نفى. نعم اربع قتلى من عندهم. نعم هن اربع قتلى من عندهم. نعم الحزب رسميا. هلا ما نفى بس ما شافون وزير الداخليه. هو ما شاف الا هذا تبع هالدكانه تبع احمد الاسير انه اعتبرها هذه القلعه الامنيه. ما شاف ما نضحوه هدول الشقه الامنيه اللي بعاد عن احمد الاسير 50 متر. هول الشقة الأمنية شو عم يعملوا؟ يعني كبرت قصة الشقة الأمنية بس ما عرفنا يعني. بقول استفزاز لك، أنا قدام بيتي في شقة أمنية شو أنا بكون مرتاح؟ يعني افترضي قدام بيتك شقة أمنية وعسكر طالع ليزر وأنت كل ما بتطلعي وبتنزلي على البلكون بيشوفوك وبيحكوك، شو أنت بتكوني مرتاحة؟ طيب شوفوا هالناس من ايش بتشتكي. طب بس كمان ما بحق لهم يفتحوا مراكز مثل كل الاحزاب مثل ما قال امبارح مركز عسكري بقلب البيوت. مركز عسكري. نحن مع المقاومه. لا عسكري. نحن مع المقاومه، نحن جزء من المقاومه بجنوب. بس نحن ما مع سقطت اكذوبه ادهياء المقاومه. نحن بنعتبر بعد القصير نعم وبعد اعلان ربط حزب الله بالمحور الايراني وبالهم الشيعي وصار هم بده يدافع عن النظام السوري اللي غارق في الدم ضد اهله ضد شعبه يلي عم يبعثوا لنا كل يوم على طرابلس عشرات ناس مقطعين ايديهم ناس مقطعين اجريهم ناس معلين عيونهم. هذا وقوفكم على المظلوم انت يا حزب الله؟ انت هلا انت يا حسين يا مظلوم ما شفت دار المظلومين المقهورين؟ تصوري ستنا امبارح وصلت وحده من القصير واحد من القصير قتلوا زوجته معه ثلاث بنات وثلاث بنات مغتصبينهم وحوامل. اي موقف هذا؟ اي موقف مشرف للمقاومه؟ اي مقاومه؟ مقاومه هذا حزب طائفي مقيت بالله اللي عمل فيهم هيك. لك النظام الميليشيا الشبيحه مين هذا الجو؟ ما بقى في ما بعد كل الاطراف عم بتقصر يعني لك عرفت بس انه هذا لك هلا انا بقول شغله نعم السوريين او الشعب السوري
نظاما او معارضه. هن اجوا على لبنان ولا اللبنانيه روحوا لهونيك؟ مين راح لهونيك؟ ما حزب الله راح لهونيك؟ طيب انت ما بتقدر انه هذا بيشكل استفزاز كثير كبير لشركائك في الوطن؟ ما بتقدر تماما انه هذا بينسف التركيبه الوطنيه؟ انت هلا عم تدعي انه انت مع لبنان ومع الدوله ومع النظام، يلي بيكون مع لبنان ومع النظام وبيحافظ على النظام، بيحافظ على مؤسسات النظام، بيحافظ على العيش المشترك بالنظام. بيعرف تماما انه ليش ما بتشكل حكومه؟ ليش هلا رئيس مجلس النواب مع احترامنا رئيسنا ونحن نحترمه كثير ملك متوج له من 92 لليوم ما حدا شيله من رئيس المجلس تماما، الشيعية السياسية مسيطرة لأنه بالنتيجة الانتخابات النيابية هي الأكثرية ما بيخلوا حدا شيء يترشح غيره. طيب ليش رئيس الجمهورية؟ نحن كنا مطالبين بإسقاط إيميل لحود لما كان رئيس جمهورية، وقف غبطة البطرك يومتها صديقنا البطرك سفير وقال لا وما بينزل إلا لآخر لحظة وتم الموقع. ليش إلا هالموقع تبع رئيس الحكومة هو مكسر عصا؟ كل العالم بدها تكسره. تمام سلام، رئيس مكلف له 6-7 أشهر بيبرم، 4-5 أشهر بيبرم على العالم من هون ومن هون. ما بيتشكل الشيعية السياسية ما بتقبل. نعم هن موجودين وهن مؤسساتهم قائمة وجيشهم قائم وإيران ما شاء الله بتطفق بالمال وكل الأمور ماشية. ما بده دولة، الدولة نحن، نحن اللي بدنا الدولة، نحن أبناء الدولة، نحن اللي عنا عسكر ومعنا جيش، نحن جيش من جيش لبناني. الصراع على النظام وعلى النفوذ، يعني خلينا نقول في الدولة، من يهيمن على الـ على الـ على الـ على هذا النظام وعلى هذه السلطة؟ هلا نحن مثل ما قلت كنا بالمارونية السياسية، سفيرة بالشيعية السياسية، ايه بس ما بينهما مرقت فترة كمان سنية سياسية. لا 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 عتيلة، ردت فعل. لا لا نحن عتيلة، نحن كنا عتيلة سياسية. رفيق الحريري الله يرحمه يقولوا له روح جيب مصاري وهن يسرقون وراه، جيب مصاري وجيب بريز واحد واثنين وثلاثة وأربعة وجيب لهم مصاري، أنت ما لك علاقة بالأمن ولا لك علاقة بالسياسة ولا لك علاقة بالعلاقات الخارجية، بس أنت عتال بتجيب مصاري بتعطيهم اياها وهي واخر شيء بعد قبل ما يخلص قتلوه. نحن وين شاركنا؟ ما في سنيه سياسيه سائده اناط اتفاق الطائف السلطه بمجلس الوزراء مجتمعه، ولما بدهم بيخربوا مجلس الوزراء. يعني نحن باش مشاركين بشركه لما بدهم بالقوه. يعني لما فؤاد السنيوره رئيس فؤاد السنيوره اخذ قرار انه هيدي شبكه الهيتف تبع حزب الله بدنا نوقفها يا اخي، وهذا صديقنا رئيس جهاز امن المطار بدنا نشيله. نعم. حكومه بدها تشيله بغض النظر، احنا انا العميد صاحبي كثير. حكومه فيها تستطيع تاخذ هيك قرار، بياخذ هيك قرار بيفرطوا الحكومه، بيحاصروا الزلمه بالسرايا وبيعملوا له خيام وبيعملوا له اسياج وبيعملوا له كذا. اي 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 سياسي اي واي صلاحيه رسمنا يعني انه المعركه مستمره في مواجهه هذه الشيعيه السياسيه وهذه الهيمنه مثل ما عم بتسميها معركه سقط الاسير ولكن القضيه بهالمعنى لم تسقط. يعني نعم. بالنسبه لكم انا عم يعني من سيحمل اليوم شعله المواجهه مع حزب الله؟ ما قالوا ما قالوا الاسير، ما قالوا شعله، ما كان حمل شعله مش حزب الله. الأسير قلت أنا تعبير عن واقع مأزوم، حالة هذا الضغط هذا التراكم اللي نحن عم نتعرض له كطائفة، اللي عم نتعرض له الساحة الإسلامية من ضغوطات من هيمنة. كانت سوريا موجودة وممنوع أنت تعمل شيء وممنوع أنت مكسر تكسير، وحزب الله دعم وتأييد وسلاح وتدريب ومقاومة وبس. فهمنا ملا نحن لما كان حزب الله عم يقاتل نحن شابو بقى، تحياتنا لحزب الله لأنه حزب الله عم يقتل اسرائيل. بس ما بترجع تقتلنا نحن ببيوتنا؟ ما فيك تفوت انت على طرابلس وعلى صيدا وعلى بيروت وعلى 7 أيار وانت متهم بقصة رفيق الحريري ومتهم بمية قصة، وبعدين تيجي تقول انا مقاومة، تفوت على قصير وتقول انت مقاومة؟ تقول انا بدي كفي بعض القصير ورايح على حمص ورايح على حلب؟ انت مقاومة؟ كله تحت عنوان المشروع الامريكي. أيوة مشروع الاسرائيلي. يعني أيوة. حتى موضوع الاسير وضع مثل ما قال امبارح النائب حسن فضل الله انه هيدا منه قصه شقق والى اخره، هي قصه مشروع. ما هذا المشروع اللي عم يقاومهم هن اذا ظنين انه هن هلا انتصروا على مشروع اسمه احمد الاسير. لوك احمد الاسير زلمه درويش وعلى قد حاله. هن ما انتصروا على حدا، هن سقطوا.
في ميزان كان في عندهم كتير أصدقاء وحلفاء. كان في عندهم ساحة إسلامية ويقف إلى جانبهم. طب أنتوا كجماعة إسلامية يعني حسينا بآخر مرحلة مثل كأنه عم تجربوا يعني خي يقول تاخذوا الواجهة بالتعبير يعني عن هذا الموضوع عندما نظمتوا يعني من أحدين يمكن بصيدا يعني هذه هذا الاعتصام وهذا النشاط، وكان حتى فضل شاكر يعني انضم لكم يعني مشان هيك يعني انه هل اليوم الجماعة الإسلامية رفضت كلمة المشعل يعني، ولكن هل هي ستحمل هذه القضية اليوم في واجهة نحن الجماعة الإسلامية بخدمة المشروع الإسلامي وبخدمة المشروع الوطني؟ اولا نحن ما عندنا مشروع مستقل بالساعة اللبنانية، نحن مشروعنا الدولة اللبنانية ومشروعنا الجيش اللبناني، نحن مشروعنا نعيش أعزاء كرماء بوطننا، مواطنين عاديين مثل كل المواطنين. نحن ما عندنا مشروع مقاتلة الشيعة ولا عندنا الفتنة المذهبية الطائفية، نحن من الروادة ولا نكون. نحن تاريخنا الطويل، نحن من وليدة اليوم، نحن بالعمل السياسي وبالشارع السياسي اللبناني قبل ما يجوز حزب الله. لكن نحن بقدراتنا الذاتية، نحن ما عندنا حالة شعور فائض بالقوة كما حزب الله، ولا عندنا تغطية دولية بتدعمنا، وللأسف أقول إنه كل الأحزاب السياسية بالبلد عندها تمويل، وعندها تمويل بطريقة أو بأخرى، يا زيتي يا خارجي، ما في حزب، لا تقلي ما في حزب بيمشي بدون تمويل. الحمد لله رب العالمين، لا مع ستي ولا مع جدي نحن ماشي، لكن نحن بقدراتنا الذاتية بنقول بقناعة راسخة مشروعنا مشروع الدولة. ما عندنا خيار، نحن نتمنى أن نعيش مواطنين كما كل مواطن بدولة، في عقد اجتماعي. بس اليوم نحن في عقد اجتماعي بيننا وبين دولة. اليوم في ظل المعركة يعني المحتدمة خلينا نقول إقليميا ومذهبيا بين السنة والشيعة. نعم. يعني اليوم مسؤول عنا حزب الله هذي. طيب مسؤول عنا حزب الله بس. ولازم يرجع. بس أنتوا كجماعات إسلام سياسي. نحن جماعة الإسلام السياسي، الجماعة الإسلامية في لبنان مع الثورة السورية علنا. نعم. هذه الثورة شعب مظلوم. واجبنا. بس بعد القصير. بعد قبل القصير وبعد القصير مع الثورة. بس أنا بدي أحكي هلا. كيف يعني أنا عم بحكي إنه صار هامش إذا بدك يعني التحرك ل لكسب معركة أو لي ما بعرف أو إعادة توازن القوى بعد القصير. صار كتير ضيق يعني، وبالتالي يمكن ضروري يمكن إنه ينعمل أي خطوة مشان إعادة هذا التوازن. مشان هيك السؤال الكبير إنه اليوم بعد صيدا وين راح تكون المواجهة؟ وين راح تنتقل المعركة؟ ستنا بكل صراحة أنا بقول اللي حصل بصيدا هو تنفيذ لاحتقان متراكم مطلوب من الدولة اللبنانية، من فخامة رئيس الجمهورية اللي نحن لنا ثقة كاملة بوطنيته بتجرده. أولا المبادرة إلى تشكيل حكومة. نعم. هيدي بصير في عنا مرجعية. ليش نحن موقع المشاركة الوحيد للطائفة الإسلامية السنية معطلة؟ نحن بنرفض يا اخي، بنرفض احنا يكون انه والله عنا موقعنا معطل. هلا لا الرئيس ميقاتي بيحكم ولا الرئيس المكلف تمام سلام بيحكم. نعم. نحن بحاله ومقصود هذا الوضع، مقصود ان لا تكون حكومه ولا ان لا يكون رئيسا للحكومه حتى لا حتى تكون يدنا مغلوله في المشاركه في الحياه السياسيه اللبنانيه. لازم تشكل حكومه، لازم والحكومه ومع مع مع فخامه الرئيس إن ضمانتنا. نحن مواطنين عاديين ما بدنا فتنة طائفية مذهبية، نحن من ناشد عقلاء الشيعة، من ناشد حزب الله يلي بتربطنا فيه تاريخ طويل من المقاومة المشتركة. يرجع عن غيو ينسحب من سوريا. هذا الفخ اللي حطوه فيه وحطوه فيه الإيرانيين، لازم يقول للإيرانيين ولخمني إنه أنا مصلحتي الوطنية ارجع على بلدي وكون أنا مع شركائي بالوطن. بس قبل ما يروح حزب الله على قصير وقبل ما تسقط هاي الحكومة في ظل وجود حكومة ورئيس حكومة وإلى آخره، طب بس ما كانت يعني خلينا نقول مظاهر هذا الصراع موجودة أكثر شيء صحتها كانت الأساسية طرابلس. صحيح. والدولة كانت إلى حد ما بشكلك برموزها موجودة من خلال المواقع اللي حضرتك عم تذكرها. طب إنه بس ما حدا التزم وتم مهاجمة الجيش وتم يعني غلط. هلا بقول أنا شغلة، ستنا الجيش عماد الوطن، نحن كلنا للوطن، ويجب أن يكون الوطن لنا كلنا. نتمنى على قيادة الجيش التي نحترم ونجل أن ترعى المواطنين اللبنانيين رعاية الأب الصالح، أن تكون ضنينة وحريصة على الكل،
طموحنا ان نعيش في دولة عادية. مثلا امبارح اللي صار بالليلة كيف فات الجيش على الضحية؟ امتى فات؟ بعد اربع ايام شو عمل؟ ستنا فات بعد اربع ايام. مين كمش؟ مين كمش؟ ما بعرف عم بيقولوا القى قبض على بعض و مين كمش جزء؟ لك مين كمان؟ قبل بقصة المقداد كمان وكمان رجعوا فاتوا وين فات؟ وين فات؟ حولوا الضباط اللي كانوا مرمخيل حولوهم المحكمة العسكرية وحبسوا نص الضباط. والعسكريين حولوهم المحكمة العسكرية لحتى يرضوا حزب الله. لما حاول الجيش ياخذ دور بس احتس مر مخيل تعرفية. نعم. نحن توقفنا ولا الجيش توقف؟ ما وقفوا الجيش؟ وقفوا الجيش ولا لا؟ الضباط حولوهم المحكمة العسكرية لأنه انصرفوا. هلا المسؤول الأمني بعض المسؤولين الأمنيين اللي بينسقوا مع الجيش اللي بدهم اياه بيعملوه بيمروا على كل الحواجز بحجة المقاومة. خلاص ما بقى في مقاومة. يا مقاومة بوش إسرائيل يا ميليشيا عم تقتل بالقصير. نقي حزب الله نقى الخيار الثاني. نحن نصحناهم وقلنا لهم بكل صراحة من موقع الحريص على المقاومة. نحن نتميز عن غيرنا من الناس خاصة جماعة اللي بيقولوا حزب السلاح وبيهاجموا حزب السلاح. نحن نتميز عنهم. نحن نعتبر أن سلاح المقاومة سلاح أساسي بوجه إسرائيل ويجب الحفاظ عليه. نحن نعتبر الشباب إخواننا الشيعة المواطنين اللبنانيين اللي عم يموتوا بسوريا عم يموتوا بمعركة غلط. يجب أن يعودوا إلى البلد ويجب أن يكونوا مواطنين كما شركائهم في الوطن ويجب أن نتصدى جميعا لإسرائيل إذا هجمتنا. يجب أن ينصاع الحزب لمشروع الخطة الدفاعية. يجب أن يساهم مساهمة فعالة بالحوار الوطني. يجب أن يلتزم بما وقع عليه في ألان بعبدة. يجب أن يساهم بحياة سياسية مشتركة. ما يكون بوان إليميني على طول أنه يلا أنا بلغي يلي ما بيعجبني بفرطه. من الشركة بالوطن هاي؟ طب بس عم بيقولوا يعني حزب الله ويعني مسؤوليه مبارح النائب حسن فضل الله برجع لأنه يعني ما بيطلقوا إطلالاتهم قليلة صارت ننطر شو بيطلعوا بيقولوا. عم بيقول أنه بس استهداف المقاومة بهذه الطريقة يوصلنا إلى الفتنة. يعني اليوم ما حصلت المواجهة مع حزب الله. عم تقول بالواسطة يمكن أنه شاركوا ما بعرف أنا ما عندي الدلائل. حضرتك عم بتقول فيه شفتي مبارح الصحف؟ نعم. شفت جريدة اللواء حط صورتين لقتلى من قتلى حزب الله ونعيهم انه سقطوا بالواجب الجهادي بصيدا. عم بقول لك هني ما نفيوا يعني هني بيقول انه تعرضوا لاستهداف دافعوا عن نفسهم بحدود الضروره القصوى. لا بالضروره القصوى مين بيقدر هالضروره؟ لكن هداك يلا ما كان عم يدافع عن بيته احمد الاسير لكن بالضروره القصوى. لما كان كل واحد لكن لما نحن بندافع عن بيوتنا بالتبينة بالضرورة القصوى. لما أهل عرسال بيدافعوا عن بيتهم بيكون بالضرورة القصوى. إذا كل واحد بده يقدر الضرورة القصوى حسب تقديره ما بيعود في دولة ولا بيعود في جيش ولا بيعود في نظام. الجيش مسلمينه كل شيء ممنوع وجود مسلح. فضوا صيدة كلها خلي كل صيدة تكون نظيفة من السلاح ومسلحين. ومعالي وزير الداخليه ما شاء الله قال انه قال ما شاف قال ابدا حزب الله ما شارك. نعم. وحزب الله بنفس الوقت نعي اربع انه هن ماتوا بالواجب الجهادي بصيدا. بعدين منحذر نحن اصحى حدا يظن انه انتصر على صيدا امبارح. الانتصار على احمد الاسير غير الانتصار على صيدا. نعم. صيدا لا ينتصر عليها. نحن منحذر تماما. ما كل الضئون مثل ضئن احمد الاسير. كيف يعني؟ يعني صيدا إلى كرامتها إلى أهلها إلى ناسها إلى مؤسساتها إلى زعاماتها إلى تاريخها الطويل. اللي بيظن أنه إذا حاصر أحمد الأسير وهرب أحمد الأسير وجروا أحمد الأسير لمواجهة غلط بغلط بتسرع من أحمد الأسير أنه انتصر على صيدا. صيدا مدينة عاصمة المقاومة من صيدا. وكرامتها من كرامة المسلمين ومن كرامة الوطنيين والشرفاء بهالبلد. مش ممكن حدا ينتصر عليها. اللي بيظن أنه انتصر عليها ترى ينتبه ورجع سبيل. طب شو بتكون تروحوا على الفتنة يعني؟ لا ما بدنا نروح على الفتنة بس ما بنقبل حدا كمان يجهل علينا. يعني كمان نحن مع الدولة ومع النظام ومع الجيش وطموحنا يكون الجيش يبسط سلطته على كل الأرض اللبنانية ويمنع كل المظاهر المسلحة ويدب كل المسلحين. بس ما بس دمنا رخيص. دمنا غالي كتير. بنقول بصراحة في مرارة يا ستنا. أنا عم بنقول نعم. كلام بصراحة واضح أكيد ما بدي يعني ما بدي أحكي ما عم دهن سياسيا. الوضع حساس جدا. المناطق تغلي. اللي بيظن أنه إذا انتصر أحمد الأسير بخطأ أحمد الأسير وبغفلته وبتسرعه أنه هو انتصر على السنة بلبنان أو انتصر على الحالة الإسلامية
أو انتصر على صيدا. يعني فينا نحكي اليوم واهم عن من يظن هذا رمزية كده. يعني حالة أحمد الأسير اللي عبرت عن الحالة السنية. لا ما بعبر، هيدي تعبير غلط. لا نحن من ما عبلك كهوي كشخص. يا أنا عبلك هذا نتاج ضغط. نتاج ضغط نفس هون. في ناس كتير صابرين على الضغط، نحن منهم. نعم. نحن صابرين. حتى يأتي الله بأمر كان مفعولا. نحن صابرين متحملين. بس هذه المظاهر ليست نتاج حالة تطرف وعنف وإرهاب بالساحة الإسلامية، وبالساحة الثانية أنه ساحة متألقة واعية وطنيا وهي بمشروع الدولة وهي بالجيش. كذابين. أول من نقض عرى الدولة اللبنانية، وأول من هيمن على قرار الدولة اللبنانية، وأول من أسقط هيبة الجيش، هن الهدال أدعياء المقاومة. نحن قاتلنا إلى جانب الجيش عفواً بمعركة نهر البارد. اللي كانوا عم بموتوا بنهر البارد كانوا سنة، صحيح؟ مات 180 واحد، صحيح؟ نحن كنا عم نقتل إلى جانب الجيش، كنا إلى جانب الجيش وزقفنا له لما انتصر ودعونا له، وبالتالي وشهدائنا أولادنا أولاد عكار والضنية وطرابلس وصغارته هن اللي ماتوا بمعركة نهر البارد. ما كان في حدا من الشيعة. ونحن حمينا الجيش وكنا إلى جنبه، واعتبرنا هذا الجيش عم يحقق، لأنه كان في تطرف وإرهاب وعنف أرسل إلينا من سوريا. وأول مرة أول ما صارت أحداث نهر البارد بذكره بيقوم السيد حسن نصر الله بيقول نهر البارد خط أحمر، بتتذكر هذا الكلام؟ نعم صحيح؟ طبعا. مين كان عم يدافع عن نهر البارد؟ كان عم يدافع عن شيكر العبسي، لأنه شيكر العبسي كان مشروع اختراق سوري أمني مبعوث للساحة اللبنانية حتى يفجرها من الداخل. مين قال خط أحمر؟ أنا ولا حسن نصر الله؟ مين؟ ما هو؟ هو كان مع الجيش ساعتها ولا ما كان مع الدولة؟ هون بدي أسألك تاني، ما حكيت فتح بعدين رجع شاكر العبسي. شو رأيك مرة بالنظر... سوريا مرة سوريا شو رأيك بالنظرية يعني اللي هيك بعد عم بيطرحها، نظرية المؤامرة، وإنه يعني وين شكل العبسي موجود؟ نعم موجود شكل العبسي. نعم لا ما هي وهلا، وحتى الشيخ الأسير ما بعرف كيف اختفى، يعني وين اختفى مش بعرفني. بس أنا عم بقول مين وقف مع شاكر العبسي وفتح الإسلام أولا وأعلن خط أحمر؟ أنا ولا حسن نصر الله؟ أنا كقوة سياسية إسلامية ولا حسن نصر الله؟ تذكر الكلام. نرجع على الأرشيف، ذكرتي تماما، هو قال نهر البارد خط أحمر، صحيح؟ نعم. طيب أنتو هذا الهدية بس الهدية كمان تغطية يا وقتها، يعني هذا الهدية اللي بعتوا لنا إياه من سوريا، تغطية الجيش بنهر البارد الأخير، هي إجا نتيجة شو؟ ما شفنا شو لشو تعرض الجيش قبل ما تصير معارك نهر البارد، يعني والكلام وقتها عن الإمارة اللي كانت عم تحضر بطرابلس، والعملية اللي صارت على الجيش من قبل مين؟ مين مش حزب الله؟ مين بعتهم؟ مين بعتهم؟ ما إجوا من سوريا؟ كانت أسا في ثورة سورية ساعتها؟ ما كانت في ثورة سورية، ليش بعتوهم على لبنان؟ ليش؟ الهدف منه شو؟ الهدف منه هو ضرب هذه الحالة الإسلامية. إحنا جسمنا لبيس، ما عنا قيادة للأسف، ما عنا مرجعية. أنا بقول بمرارة. بس أنتوا اليوم مشروع على مستوى المنطقة، يعني. هلا جين واصلين 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 لها. أنا بقول إخواننا بتيار المستقبل بتحملوا جزء كبير من المسؤولية. أنتوا يا تيار المستقبل ما شاء الله فزتوا بالانتخابات، خدتوا كل النواب والوزراء والقضاة والمحاكم الشرعية والسنية والجعفرية والمدنية وموظفي الفئة الأولى والمجلس الشرعي، والحمد لله صار عندنا 3-4 مجالس شرعية. نعم. والمفتي محاصر ومحبط وما في مفتي وما في دور وما في كذا. أنتوا صدرتوا كل الأجهزة التمثيلية للطائفة الإسلامية السنية، ورحتوا عدتوا ساعة باريس ساعة بالسعودية. ما بيصير. اللي بده يمثل المسلمين السنة بده يدافع عنهم، بده يكون معهم، بده يقعد معهم هون. نحن ما عندنا قيادة الآن. بس ملايكته موجودة. ما في ملايكته، ما في وين موجود. هلا أنا إذا واحد أنا مسلم سني من طرابلس صار عندي مشكلة، عند مين بروح؟ وفي قيادات تيار المستقبل. دك شو بيعملوا؟ دك شو بيعملوا؟ إذا في واحد عفوا، إذا في واحد شيعي يا بيروح لعند أمل عند حزب الله بيفرضوا اللي بدهم إياه بالدولة اللبنانية. إذا في واحد من إخواننا المسيحيين يا بيروح لعند دكتور سامي جرجا يا عند ميشيل عم بحلوا له إياه. إذا في واحد من عند إخواننا دروز بيروح لعند جنبلاط أو بيحط لعند طايا إرسلان وبيفرض اللي بده إياه بالدولة. مين الزعيم المسلم السني اللي بيقدر يفرض قرار بيدافع عن مصلحة واحد مسلم سني بالبلد؟ الرئيس سنيورة ما بيقدر؟ لوك وين؟ ما بعرف. أنا شفتي ما بعرف. أنا شايفه الناس عم تقصده كتير وعم تروح لعنده. ما بعرف. لا هو بيقول روح لعند نجيب مئاتي، نجيب مئاتي معه نائبين بده يحملوه كل التركة هو ما معه عليها. نحن منقول شغلة، تيار يعني تيار المستقبل يجب ان لا يستقيل من مسؤوليته الوطنيه. هذا هلا عم بتقول بمعنى اخر انه هذا الاعتدال يعني الذي يمثله تيار المستقبل لم يعد ينفع اليوم؟ لا ينفع،
بس يجب أن يلعب دور. أنا حريص عليه بالعكس، أنا أكثر الناس تفاهما معه، لكن تعال مساك البلد مساك الطائفة. حال انتقادات يعني من زمان. لا لا أنه هو والله لا لا أنه يعني لا أنه شو نسأل. أنه والله هو تيار عابر للطوائف، منه منه مسؤول عن السنة. لك هلا الملف نحن شو بدنا ننشر غسيلنا لك نحن مأكولين مزمومين مثل خبز الشعير، ما معروف يعني إلا في طبقة إسلامية سنية رسمية تقليدية بعيدة عن الواقع، في طبقة معتدلة ووسطية ومتنورة ما بيطلع لها حس، وفي بعض التطرف عند بعض الناس يلي شو بعرف منين بيشربوا ومنين بياكلوا. هلا بلش يطلع حس لهذه الطبقة بالوسط، هذا هذا المطلوب هذا هو. رح ارجع طبعا تابع بعد الفصل الاعلاني، ولكن بدي اشير الى انه يبدو في اطلاق نار في هذه الاثناء وظهور مسلح في باب الرمل في طرابلس. نحكي موضوع طرابلس بعد الفصل الاعلاني. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد مع النائب السابق أسعد هرموش عضو المكتب السياسي للجامعة الإسلامية. بدي أسألك، كنا عم نقول موضوع إطلاق النار بباب الرمل بطرابلس وظهور مسلح، عم تقلي قد يكون مرتبطا بإطلاق الشيخ طارق مرعي أحد الموقوفين الإسلاميين بعد 5.5 سنين من اعتقاله، أطلق بريئا بقرار من المحكمة. فلعله هو الشيخ المنطقة هناك ابتهاجا، لعله يعني ابتهاجا، لأنه هلا لو فيني أعمل اتصال بعرف لك دغري. نعم. بس لعله ابتهاجا، لأنه باب الرمل ما في تماس مع حدا يعني. نعم. فأظن هلا هو بطلت قصة مناطق تماس، لأنه في محلات صارت بآخر مرحلة. لا أسا نحن هناك ما تنعمنا بالشقة الأمنية، أسا ما وصلت لعنا. هي مرتبطة بالشقة الأمنية. طبعا. مين بيعمل خلل بالأمن؟ الشقة المسلحين. نحن هناك المدنيين عاديين، مخافر موجودة والجيش موجود، والجيش جيشنا وعبد الآن عم بيعمل دوريات بكل طرابلس بترحاب وبتأييد وبمباركة. ونحن قلنا بالأمس كان في اجتماع لنا بمركز الجماعة الإسلامية بطرابلس، ضموا كل القوى السياسية. نعم. والفعاليات والنواب وقادة ما يسمون المحاور وما يشكلون، وقلنا لهم للمتحمس بعض المتحمسين يلي اعتبروا أنه والله الآن أحمد الأسير سقط وصيدا عبكرة جاي الدار علينا بطرابلس، أنه لا أصح حدا غلط. ايه، لانه اليوم في بعض حتى المقالات بتقول لا بلشوا يتحسسوا رؤوسهم ويشوفوا كيف انه هلا دورنا. اولا نحن عضمنا ازرق ما بيتكل، هيدي وحده. اثنين، موضوع طرابلس مختلف، موضوع الصيدة مختلف، هن عم يتعاملوا مع ظواهر صغيره فرديه ما بتمثل عمق بالشارع الاسلامي السني. نعم. هيدي وحده. اثنين، مخطئ من يظن انه بعض المتحمسين انه المعركه نحن مع الجيش اللبناني او المعركه مع الدوله، ابدا، هذا الجيش جيشنا وهدول أولادنا وأبنائنا وهدول هيدي مؤسستنا العسكرية اللي نحن ضمانتنا، أبدا. معركة منه مع الجيش يعني. معركة منه مع الجيش، نحن بس المطلوب من الجيش عدالة ومساواة. مطلوب من الجيش يكون عادل ويشيل كل المسلحين، ما بدنا نحن لا شغلتنا يكون عندنا سلاح ولا شغلتنا نعمل مسلحين. نحن مواطنين عاديين، نحن كلنا ناس أطباء مهندسين وتجار ورجال أعمال وأساتذة جامعات ومحامين، منا شبيحة ما في عنا مفرغين عسكريا، ولا في عنا إيران بتدفع لنا، ولا شو بعرف مين بيدفع. بقول هذا المجتمع الإسلامي السني الحضاري اللي بتمثله طرابلس وبيروت وصيدا وإقليم الخروب والبقاع، هذا الوجه الحضاري للبنان يجب الحفاظ عليه، ويجب أن لا يستفز، ويجب أن لا يدفع إلى أن تظهر منه مظاهر. ما هي يعني خارج عندما عن القانون يستفز بتطلع تقول عم يظهر بمظهر غير حضاري. ليس هو الذي كمان كويشن ما برجع عليها، لأنه الأسلحة اللي عم نشوفها ولا كل حقها مظهري وعم تستخدم بالمعارك. أنا قلت لك شوفي سلام، لك شو 10 15 20 100، لك هدول تاجر بيشتريهم، لك هدول ما بدهم كثير دولة، ما بدهم دولة. هو الفقراء هن وين ما مصاري يشتغلوا. أنا بقول للجيش اللبناني، ما بيعرف إنه بجرود الضنية وعكار الفاصلة عن الهرمل في رجمات صواريخ وفي مدفعية طويلة المدى بالجرود فوق، عمل جرد مربين وعين البيضة،
الجيش ما بيطلع بالطائرات وما بيمسح المنطقة ما بيعرف انه هدول للمقاومة، مين بده يقاوم هنيك حزب الله؟ بركي عملوا انزال اسرائيليين مثلا انزال شي. طيب وبثلاث ثمانيات انزال وبعيون السيمان انزال، كل هالمنطقة كلها انزالات ما شاء الله. شو عنده عمق هون المقاومة؟ هون نحميها من عيون السيمان ولا من الارز؟ نحن بنعتبر المقاومة سقطت وكذوبة المقاومة بعد أن استعملت في الداخل على حزب الله. نناشد حزب الله، نناشد عقلاء الشيعة أن يبادروا فورا إلى الانسحاب من سوريا وعدم الانزلاق مع هذا النظام الفاسد الذي قتل شعبه، والعودة إلى البلد لنبني معا بلد محصن بوش إسرائيل. ولن ينسحبوا. ولن ينسحبوا وستستمر الفتنة وهم المسؤولين عن هذه الفتنة. طب طرابلس كانت العين انه النهار اللي صارت العمليه كان العين على صيدا وعين تانية على طرابلس، يعني كان نعم. الناس كلها حاطه ايدها على قلبها. طبعا الناس كانت فزعانه ما يصير شيء بطرابلس لانه صار في ظهور مسلح وصار في حرق ادويه وقطع طرقات. بس نحن يعني نحن هدينا الوضع. فعاليات الاسلاميه بطرابلس كلها اجتمعت مركز الجماعه، نواب تيار المستقبل وقياده الجماعه وقياده المستقبل كان باجتماعات متواصله، استطعنا بجهد جهيد انه نضبط الوضع قدر المستطاع. صار في حالات خروج بسيطة لكن هيدي بقت ضيقة جدا ومحظورة. الأكثرية الغالبة من الرأي العام الطرابلسي حريصة على الأمن والاستقرار والعيش المشترك والوحدة الوطنية والسلم الأهلي. مواطنين لبنانيين عاديين بدهم يروحوا على مدارسهم يروحوا على شغلهم، لا بدهم سلاح ولا بدهم مسلحين. بس روقونا يا جماعة، روقونا. حاجة بقى ادعاء بطولات وحاجة توغل وحاجة استفزاز الناس وحاجة تثيروا الفتنة الطائفية السنية الشيعية. مثل ما قلت انه ولا مرة يعني اذا بدك وصلت الامور بينكم وبين حزب الله كجماعة اسلامية. عم بحكي هلأ ما زال نحن علاقتنا قائمة، بس نحن قلينهم بصراحة اخر جلسة لأنه انا عم بقول لك اخر جلسة مش مقطوعة يعني. لا 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 هلأ وقفة مع بعض القصير وقفت قلينهم بصراحة يا جماعة الخير، ما هي مصلحة المقاومة التي كانت متألقة والتي كانت حاضرة؟ ما كان في بيت يمكن بالمنطقة العربية بسوريا ولبنان وبالعراق وكذا إلا في صورة لحسن نصر الله، معتبرينه رمز من رموز المقاومة بدش إسرائيل، لأنه قام بعمل عجز النظام العربي المتهالك المتهاوي عن أن يفعل مثله. صمد بوش إسرائيل وقاتل. شابوبا وتحية للمقاومة ونحن معه ونحن جزء منه ونحن الجماعة الإسلامية، نحن من أطلق مسمى المقاومة الإسلامية. وبيعرفوا حزب الله لما حركة أمل كانت عم تطاردهم ببيروت وبالجنوب، راحوا قعدوا عند الجماعة الإسلامية بصيدا اللي هلأ معتبرين أنهم انتصروا عليها وبيحطوا يافطات وشوي بيوزعوا بقلاوة، أنه قتلوا 20 شاب من عند أحمد الأسير واعتقلوا 30 واحد ودفعوا أحمد الأسير عبر هذه تبعون السرايا بيسمون سرايا المقاومة. عم يرفعوا رايات وعم ينبسطوا. وأحد أدعياء العلم الشرعي والمشايخ بصيدا قال بعد، شوفي شو هالكلام، بعد عبرة وبعد حادثة أحمد الأسير لازم القوى اللي كانت متعاطفة مع أحمد الأسير، بيقصد يمكن الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل وشو بعرفني والفعاليات الصيداوية الأخرى، ترجع تعمل فعل التوبة، ترجع تتوب عنده لأنه هو المهدي المنتظر. قال ترجع تعمل فعل التوبة. التوب من مين؟ التوب من الناس فاتوا على بيوتنا، من ناس روعوا الأمينين بعبرة بالهلالية منطقة أمنة سكنية بعرفها أنا، بين روعوا الناس وقتلوهم ودمروا بيوتهم وقطعوا أرزاقهم، جروا سرايا المقاومة، جروا بتهور أحمد الأسير لهالموقع. كان على أساس متفقين نحن وياه ومتفق معه سمحت المفتي الشيخ سليم سوسان انه نعم. خلص لبعد الامتحانات وهيسحبوا هالمسلحين صح. من كان مسعى وكان في مسعى وكان ماشي الامور وحصل ما حصل. اعتدى على الجيش اعتداء مرفوض. الجيش جيشنا، ممنوع حدا يعتدي على الجيش. نحن الى جانب الجيش، لكن تعال نجيب الزلمه. عملنا مبادره وبعثنا وفد من كبار العلماء 50 شيخ راحوا على صيدا، اجتمعوا بمركز الجماعه الاسلاميه بصيدا وقالوا وحكوا مع قيادة الجيش، يا عمي اعطونا فرصة ساعة فقط لحتى نطلع لعند أحمد الأسير، شو بدكم؟ حتى قال ما بدهم أحمد الأسير، بدهم مجموعة اللي أطلقت النار على الجيش.
نحن بنجيب لكم اياهم بس تطلعونا لحتى نجيبهم. لا، انه في التحام بين القوات ما بيقدروا يوقفوا الجيش. طيب ماشي، خلصنا وانتهى الفيلم، بس ما حدا انتصر على حدا. نعم، احمد القصير تهور، غلط غلطه، دفع ثمنه ونقطع السطر. يلي بيظن انه صار عنده قصير جديده وانه والله هلا على بكره ادياء المقاومه بتبجحوا انه يا لطيف انه نحن عملنا انتصار كبير، وهدول الخارجين عن القانون وهال المتهورين والارهابيين والتكفيرين، صفينا نحن كلنا كفار. لوك سوريا كلها تكفيريه كانت طلعت عند حسن نصر الله. سوريا كلها تكفيريه. تمت الثوره السوريه تقريبا هلا دخلت العام الثالث، للست اشهر الاولانيه تمت سلميه، ست اشهر الاولانيه 6000 شهيد سلمي. هذا النظام الممانع اللي هو عم يدافع عنه هلا وبعت الناس تدافع عنه ويتموت شباب لبنان هنيك دافعا عنه. كان في منشد للثوره السوريه اسمه ابراهيم قشوش، كان سوريا بدها حريه، ما بعرف اذا سمعتي هالانشوده. لقطوه قتلوه، لك اوروا الحنجره تبعيته، ما حد ما بيغني انه هون مقورينا بالسكين وشالحينا. هول ادعياء، هول الحريه والممانعه هول هن التكفيرين. 6000 طفل قتلوا، هول تكفيريين. 8000 مرأة، 100000 قتيل وشهيد من سوريا، 200000 مفقود مدري قداش ومعتقل، كلهم تكفيرين. سوريا كلها تكفيرية، وما في إلا أنتوا المؤمنين الصادقين معي. طب اليوم يعني شو هالحكي هذا؟ هذا حكي، هذا عم بيعمل صدى يا ستنا بالبلد، عم بيعمل صدى بلبنان، عم بيعمل صدى بالعراق، عم بيعمل صدى بمصر، عم بيعمل صدى بالخليج. هذا الكلام خطير. وين اي منزلق انزلق اليه حزب الله بقرار ايراني؟ لوين الايرانيين ضحوا بدهم يبيعوا حزب الله؟ انا شايف ويبيعوا كل هالتركيبه من هون مشان الملف النووي، مشان علاقتهم شو بعرفني. هدول الوقود، نحن اخواننا واولادنا هدول اللبنانيين تبعون حزب الله يلي مدفوشين مثل ما قال لهم صبحي طفيله، انه انتم بعتينهم لوين يموتوا؟ موتوا بمعركه وين؟ معركة صارت، المعركة مرتبطة، معركة بوجود يعني طيب. أي وجود أي معركة مصيرية اليوم ما وصلتنا ونتائجها يعني حاسمة على صعيد القوى الإقليمية والمحلية أيضا. نظام بده يسقط ستنا، نظام السوري بده يسقط، ما هلأ بعد شهر، ما بعد شهر بعد شهرين حتما. ما في شعب، ما في نظام، ما في رئيس بيقتل شعبه وبيستمر بالحكم. بس كمان كم ما يسقط لا 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 بعد 10 سنين. لا لا ما هي تم 10 سنين. يعني عم نشوف المشهد. الله يبشرك بالخير طولي بشرك. لا انا قطعت نقرا نحن وياك المشهد يعني لا اليوم. لا لا مطول ان شاء الله بشرك ان شاء الله. والحتى يعني موقف الدول يعني من خلص هالموضوع. خلص ان شاء الله، ان شاء الله ما مطول باذن الله. خلينا نتكل عليه. على الله، متكلين على الله لانه الظالم خلص حاجه بقى. الظالم الله بده ينتقم منه ان شاء الله. هدول الناس الابرياء والاطفال والنساء والشيوخ والبيوت والناس والأعراض التي هتكت والأطفال التي ذبحت والسكين التي عملت في رقاب النساء والأطفال، هيدي إلى حق عند ربنا، ربنا ما هيسكت عليها. حسن نصر الله وإيران وسوريا وروسيا وكل العالم، الله أكبر منه سبحانه وتعالى. بس والله بده ينتصر عليه. بس معلش يعني العالم منه شايف إلا ما تقوم به يعني القوى التكفيرية في سوريا. ما هذا والأعمال كمان الإجرامية والبشعة والدموية اللي عم بتقوم فيها يعني النهضة وشو اسمها النصرة وغيرها من الجماعة. شو بدي بالنصرة؟ مين حمى جماعة القاعدة اللي هربوا من أفغانستان؟ وين إجوا؟ ما إجوا على إيران؟ ما إيران حمتهم؟ مين بعد كل شاكر العبسي وأمثاله من سوريا للعراق لما كانوا الثورة محتدمة بالعراق ضد الجيش الأمريكي؟ سوريا النظام السوري هو اللي أرسل لم كل التكفيريين وبعتهم على العراق لأنه كان اللعبة هيك. وإيران المنى تكفيرية، الإيران المؤمنة لمت كل جماعة القاعدة وفيتوا من أفغانستان، هربوا من الجيش الأمريكي وفيتوا على إيران، وإيران احتضنتهم وسلحتهم وبعتتهم على العراق. ليه؟ ومشان يقتلوا الجيش الأمريكي بالعراق. خلصوا من دورهم بلشوا فيهم. صارت في فتنة سنية شيعية بالعراق. هذا المحور مسؤول عن كل حالة التردي التي تحصل في هذا الشر. هذا المحور الذي يشعر بفائض القوة. هذا المحور الذي يبني أوهام عن هلال شيعي بيمتد من طهران بيوصل على بغداد، بيوصل على سوريا، بيوصل على لبنان. هذا المحور الذي يتبع ولاية الفقيه، لا يؤمن بهذه الدول
المستقلة والحرة والديمقراطية، لا يؤمن بالحرية والديمقراطية. هذا المحور ينفذ تعليمات واحدة، لا يؤمن. يحول اللي صار بإيران انتخابات كتير ديمقراطية وكتير حرة. لا جوا بقلب ما بحكي أنا، أنا أقول المحور الذي يطمح إلى إقامة هذا الهلال، هذا لا يؤمن بأنه الحدود فاصلة بين إيران وبين العراق وبين سوريا وبين لبنان. هذا يطمح إلى إقامة هذا الهلال ضمن مشروع شيعي قوي وفاعل على مستوى الشرق الأوسط. أنا العجيب الغريب اللي ما بفهمه، وأنه حزب الله اللي قاتل بإسرائيل ضد إسرائيل، ونحن نحترم وننحني أمام شهداءه وأمام التضحيات التي قدمها، ومنوجه تحية لكل الشهداء لأنه هدول شهداء سقطوا بالموقع الصح بالمعركة الصح. كيف بتلتقي مصلحة إيران مع مصلحة حزب الله مع مصلحة إسرائيل مع مصلحة النظام السوري؟ أول السيد حسن هو بده يقاتل حتى لا يقسم ظهر المقاومة في سوريا. نعم. وبسوريا بيطلع مسؤول المخابرات الإسرائيلية بيقول نحن أحسن شيء لنا نظام بشار الأسد، وبيطلع الجهبذ طبعا النظام السوري الممانع المناضل رامي مخلوف يلي هلا عم يدافع عنه الشباب اللبنانيين عم يموتوا دفاعا عن ثروته وعن تشبيهته، بيقول أمن إسرائيل من أمن سوريا. صحيح؟ هذا الكلام مشهور ومعروف ومتداول. نعم. أنت عم تدافع عن نظام بيقول أحد أهم أركانه بيقول أنا أمن. مصلحتي الأمنية مثل مصلحة إسرائيل، وأنت بتدعي المقاومة. أنت يا أيها يا أدعياء المقاومة أنتم تدعون مقاومة إسرائيل، تخدمون بطريقة أو بأخرى مشروع إسرائيل بالمنطقة وحليف إسرائيل الأول اللي هو النظام السوري. وأمريكا ليش إنه هلا ما فيت على التكفيرين إلا لهلا؟ ليش؟ لأنه أمريكا ما أمريكا بدها قرر مصلحة إسرائيل. إسرائيل مصلحتها النظام لا يسقط. الآن هناك تحالف قوي ووثيق بين ميليشيا التي تقاتل دفاعا عن السيدة زينب قال بسوريا وبين النظام السوري وبين إسرائيل. كلهم ضد التكفيرين. من التكفيرين يا ستنا؟ من نصرة؟ نصرة بيطلع 200,000 ضد 27 مليون مواطن سوري يذبحون ويقتلون وتخصف بيوتهم وتخصف مساجدهم ببراميل التي ان تي وبالأسلحة الروسية الجديدة التي يدفع ثمنها النظام الإيراني. طب بس كمان مقابل هذا المشروع في مشروع آخر. منو موجود؟ بس هذا المشروع بكتلي بس ردة فعل يعني. وين المشروع التاني؟ عبي هلأ عم ينشأ بركي أو في محاولة هلأ تفشل تنجح بعض المحلات. هلأ الخليج نايم نومة شو بدنا نحكي هلأ؟ بيبعتونا أو بيبعتوا لسوريا بيبعتوا طحين ورز وبطانيات ومعالجة. عم بيقولوا بدنا نصلح يعني بدنا يصلحوا بعد 3 سنين المعارضة. نعيما بعد ما سقط امبارح الأمير سعود فيصل بيقول سوريا محتلة ويجب دعم المعارضة بالسلاح. كلام حق ونحن تشكر عليه السعودية، ونحن تحياتنا للسعودية ومملكة السعودية والملك تبع السعودية وحكومة السعودية، لكن جاء الأمر متأخر كتير تأخر كتير تأخر. في حرب إبادة على الشعب السوري، في حرب يعد لحرب إبادة مماثلة للشعب اللبناني. متى تتحرك المملكة ومتى تتحرك الخليج؟ نحن الآن هنا على المذبح. نحن ما بدنا نقاتله، ما بدنا سلاح، بدنا تضغطوا دوليا يوقف المذبحة. معقول هلا هذا بوتين يعني العاشق الولهان اللي طلق مرته هلا وقاعد عم يشمشم انه هذا هلا ما بقى في حدا يرده الا بده يبعث سلاح كل يوم لسوريا؟ عم بخوض معركة باستراتيجية يعني. عم بخوض شو؟ معركة شو؟ ضد مين؟ طيب لو دول عربية كلها معركة مع دوره الإقليمي يعني مش مع حدا نقضي حدا بالسياسة في مصلحة. قالوا له جماعة المعارضة يا عمي تعبتكم هذه القاعدة تبع طرطوس والله نحن مطوبيلكم إياها ما بتضرنا، بدكم مصالح نحن نحفظكم على مصالحكم. المعارضة السورية جماعة عندهم رؤية، عندهم يعني عندهم فكر، ناس مثقفين وواعيين وفهمانين منهم، انه صحيح ما كان في حياة سياسية بالبلد وكلهم كانوا مهشلهم بأصقاع الأرض النظام، لكن لما عبيلتقوا بلشوا يعني يحكوا وعندهم مشروع. طيب لك أخي حقهم الطبيعي، ليش يا ستنا ليش انه كل الثورات العربية وكل الربيع العربي كان في قرار دولي وأمريكي دغري
يلا النظام يمشي والشعب يطلع ويختار حكومته ويختار شعبه ويصير في انتخابات وفي ديمقراطية وفي تداول سلمي على السلطة إلا بسوريا إلا 3 سنين. ليش؟ لأنه إسرائيل هيك بدها. كل الغرب الآن يدور على محور واحد. هلا هذه قصة تكفيرين قصة هذه قصة يعني مثل ما بيسموها قصة رجح. يعني على طول حاطين والله شيء يعني خيال صحراء وهن هذي لطيف الخوف لا منه. موجودين ما في موجودين على راسي بس ما موجود الشعب السوري. نعم. طيب بنلغي الشعب السوري مشان التكفيريين مشان جبهة النصرة 1000 3000 10000 ما عبالك 27 مليون انسان عم يموتوا. طيب مشان هدال بنموت كل هدال؟ معقول أيعقل انه والله الشعب السوري يباد باكمله، المدن تدمر بكاملها، حمص أكبر مدينة بسوريا مدمرة عن بكرة أبيها، الشام على طريق التدمير، حلب نص مدمرة، وبعدها إلى أين؟ بس دفاعا عن النظام ما بيقبل لسنة 2014 ينزل؟ لا، العندية أكبر. طب بدي أتوقف مع آخر فصل إعلاني ونرجع نتابع الجزء الأخير. بدي أرجع هيك فيه شوي للوضع الداخلي اللبناني بالسياسي، وأيضا شوي كمان بدي أرجع لناحية بتتعلق بموقف الدولة يعني من ما حصل، لأنه طبعا الكل مع مؤسسات الدولة ودور الجيش وإلى آخره، بس كمان لأنه في قلق على الفينول على القوات الطوارئ الدولية بالجنوب. حزب الله منه يعني منه زعجون إنه منه مزعوجين منه لما بدو بكحشون. نعم لما بدو بكحشون ما بعرف، بس آخر شيء آخر مرحلة صاروا خايفين على إنه قطع الطرقات خاصة الطريق الساحلي وإلى آخره إنه تأثر عليهم. والله أنا متعاطف معهم، بيخوفوا والله جماعة حزب الله، بيخوفوا مين؟ بيخوفوا القوات الدولية، بيخوفوها. هلا بنشوف كيف بده يخوعها، بخوفوها، ما حدا عم يدق فيهم اليوم إن شاء الله. يعني الله يسلمهم. فاصل إعلاني ونرجع منتابع. ونتابع نهاركم سعيد. بالنسبة لإطلاق النار اللي حصل في طرابلس بباب الرمل، يبدو أنه إشكال فردي بين عائلة من آل عائشة وآل السمان من جهة، وعائلة من آل السيد من جهة أخرى، تطور إلى إطلاق نار، وقد حضرت القوى الأمنية وأعادت الوضع إلى طبيعته. ما في شيء الحمد لله، ما في شيء الحمد لله. طب هلا يعني البعض عم بيشوف انه الرد بده يكون على موضوع صيدا هو من خلال التشدد والاسراع بتشكيل حكومه، الحكومه التي تريد بحسب يعني كمان تصور قوى 14 اذار، بحيث انه لا يكون لقوى 8 اذار السلسل المعطل والمطالب اللي عم تطالب فيها. يعني برأيك تتشكل الحكومة يعني بهذا الإطار؟ حضرتك عم تقول يجب تشكيل هذه الحكومة على الأقل، لأنه صحيح هذا الموقع السني لازم يكون موجود فيه طبعاً حدا. طبعا أنا بقول ستنا أنه هذا العناد بالموافقة على تشكيل حكومة بإعاقة عمل رئيس الحكومة المكلف، بمنع فخامة رئيس الجمهورية من أن يأخذ دوره كاملا عبر مجلس الوزراء، يستفيد منه جماعة الشيعية السياسية. لا، البديل عن الدولة الفوضى. نحن كلنا منعيش بالفوضى، دولة معطلة، مؤسسات معطلة، هن عندهم جهازهم، عندهم مؤسساتهم، عندهم أوضاع أمنة، ما عاوزين دولة، عندهم اكتفاء ذاتي، عندهم شعور فائض بالقوة، ما بتشكل حكومة إلا على كيفه. لا خي، أنت شريك، بدك بلد غير هالبلد، ما عجبك هذا البلد، ما عجبك اتفاق الطائف، هو شريك بدك تعطيه حصة قد حجمه، شريك عاد حجمه، ما شريك أكتر من حجمه. ما هو عم بقول أعطونا حصة قد حجمنا السياسي، مش ما من يضد، من يضد؟ أنا هو ليش نزل بالقرآن وبالإنجيل إنه 8-8 هو بيطلع له أكتر. وقت قال السيد حسن نصر الله إنه نحن ما عم نحكي عن حجمنا الواقعي، يعني عم نحكي عن حجمنا النيابي. يعني لا حجمه ما عم بقولك، في شعور فائض بالقوة. طبعا هو رئيس جمهورية سوريا ولبنان وجزء من العراق وشوي من الإيران، بس أنا عم بقول بلبنان في عنا مجلس نيابي، وفي عنا دستور، وفي عنا قانون، في عنا استشارات نيابية، كل واحد ياخذ على حجمه ماشي.
انا ما عم بقول انه ثلاثة ثمانيات اللي عم يطرحهم الرئيس تمام سلام انه هن مقدسين وبالتالي هن نقطة على السطر، بس لحظة متمسك فيهم الرئيس كمان. انا بقول كمان لاخواننا بتيار المستقبل، ما فيك تقول انا بدي شكل حكومة وبدي اطعش منها حزب الله. حزب الله مكون اساسي بالبلد، ما فيك تلغيه، هو بيمثل الطائفة الشيعية شئنا ام ابينا، مناصفة او ثلاثة ارباع بربع بينه وبين حركة امان، مظبوط؟ ما بتقدر تشكل الحكومة بالبلد وحزب الله منه فيها، نعم، او انه هو بيكون راضي عنا. لو بيجي ايزنهاور بشكل حكومي يعني بده تيار المستقبل رابطه بموضوع القصير، يعني عم بيقول طالما هو يشارك بالقصير لا يمكن لا نقبل بتشكيل ماشي حكومي ماشي. نحن يشارك فيها حزبنا، نحن مطالبه بالانسحاب من القصير، بس اذا ما انسحب خليه يتم جوا، معلش اذا بده يموت جوا بده يغرق جوا شو بده يعمل له؟ انا بنصحه كشريك بالوطن، انا بقول له مصلحه الوفاق الوطني، مصلحه الوحده الوطنيه والعيش المشترك، منع الفتنه السنيه الشيعية تقضي بانسحاب حزب الله من القصير ومن سوريا كامله وترجع حزب تتواضع، معلش خدنا عاد عقلنا، اتواضع يا حزب الله ورجع عيش مكون سياسي اساسي بالبلد، اربط مصيرك بمصير النظام السوري ستذهب مع النظام السوري. انا بقول شغله، اللي بده ينتصر بسوريا سينتصر بسوريا وبلبنان بعدين، والكلام بيننا، من ينتصر في سوريا سينتصر في سوريا وفي لبنان، والشعب دائما سينتصر، والشعب هو الاكثر في سوريا والنظام هو الاقل، والنظام الى زوال والشعب الى بقاء. يلي بيفهم سياسة وبيقدر، انا بعرف حزب الله بيخطط كتير وبيدرس ومعقلان، يعني منه مثل احمد الاسير اهواش، لا انه بيفهموا كتير، هل بيفهم كتير ما يعمل مثل احمد الاسير ويروح على القصير. هلا بس هو يمكن عنده غير قراءة، هو شايف انه مش يعني انا 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 مراقب اختي، انا يعني زلمة عادي، هن بيفهموا اكتر وشايفين اكتر. انا بشوف الولوغ يعني الولوغ في الوحل السوري، الخريطه السياسيه والميدانيه مثل ما هي بعد الطابشه لميله النظام، يعني الامور الى حد هلا ماشي الحال، ان شاء الله الامور بتتغير بين ليله وضحاها. ما في نظام بيقتل شعبه يا ستنا بينتصر بيستمر، لا هتلر استمر ولا ستالين استمر ولا نيرون استمر ولا كل الظلمه ولا كل الطغاة والجبابره استمروا، استمر الشعب. نحن منقول الشعب سينتصر حتما، هذه الثورة ستنتصر، ما اليوم غدا، شو مصلحة حزب الله، شو مصلحة المقاومة، شو مصلحة لبنان انه يكون جزء من القوى السياسية اللبنانية غرقان بهذا الوحل. يعني عمليا عم تدعي تيار المستقبل انه يخفف من شروطه، وانت عم تدعي لحكومة شو سياسية يعني يشارك فيها الجميع، طبعًا جميع القوى السياسية. طبعًا طبعًا طبعًا. نحن برأينا حكومة سياسية بامتياز، لأنه هلا بدنا نضحك على بعضنا إنه والله حكومة تكنوقراط والسياسيين بيسموهم يعني حكومة بالوكالة، لا خلي يجوا الأصلاء، ليش الحكومة بالوكالة؟ حكومة سياسية يكون عندها مشروع سياسي، يكون عندها بيان وزاري، من هلا الانتخابات النيابية وبعد الانتخابات يخلق الله ما لا تعلمون. طيب بأي وهي الحرية وهي الديمقراطية، محتكم للدستور وللقانون نحن. اللي بتفرش القوات الانتخابات يحكم البلد، ليش نحن معقدين؟ نحن منا دولة في إلى مؤسسات وإلى نظام وإلى دستور. بس إذا انعطت الكتل حسب أحجامها السياسية والنيابية يعني بيطلع لهم هن ليش هن أكثرية؟ لا منا أكثرية هن وحلفائهم. لا لا هن عملوا أكثرية هلا لما إجا جنبلاط وبحكومة الرئيس مئاتي وقلب جنبلاط وبالتالي مشي معهم وصار قيموا الأكثرية من هون حطوها هون. إيه الأكثرية وقتها بنحكي بالنص، عم نحكي إنه بمجلس النواب، يعني وقتها بيصير معهم الحكومة ما بدها ثقة؟ إيه قبل الثقة بس بالتشكيلة بالتركيبة يعني هن مجرد إنه يكون عندهم 3+1 ما بدهم أكثر من هيك يعني. طيب إذا هن بيمثلوا هلا بدي أنا بدي بلغة المحامين استطرادا، نعم، إذا استطرادا هن بيمثلوا التلت، حقهم يكون التلت، يعني فيك تبني فيك انه تلغي التلت؟ فينا نلغي؟ لا ما فينا نلغي، بس فينا نتفع على صيغه قبل. في اعلان معبده بده يتنفذ، في احترام لخصوصيه الواقع اللبناني اللي يجب ان يراعى، والا كمان ما فينا نعيش بلا حكومه. يعني هلا مع احترامي انا بقول لاخواننا بتاع المستقبل انه ما فينا نعيش بلا حكومه، انه يا اخي ما بتشكل حكومه لانه هدول بدهم يتمثلوا او بدهم يجيبوا سياسيين، ويجيبوا سياسيين ويجيبوا العفريت الازرق بدهم يشكل حكومه. بس هذا قرار داخلي يعني اشراك حزب الله او كمان قرار، لانه عم نسمع لا حزب الله مكون اساسي بالبلد ما في حدا يلغيه،
حزب هو أكبر أحزاب لبنان الآن. نعم. هو عنده كتلة نيابية ما فيك تلغيه. هو مكون أساسي من مكونات البلد، لا نستطيع أن نلغيه. نختلف معه بالسياسة صحيح، بس ما فينا نقول نحن ما بنشكل حكومة لأن حزب الله بتمثل فيها، يعني بالنتيجة نحن كمان ما بدنا حكومة. لابد من أن نتواضع جميعا وأن نتنازل جميعا لمصلحة الوطن. طب ماذا لو أو بنصبح دولة فاشلة؟ يعني شو البديل عن عدم قيام؟ طب أنت عم بتقول إعطاء الصلاحية للرئيس المكلف إنه هو عنده ورئيس جمهورية صلاحية تشكيل حكومة. صحيح. ماذا لو شكل الرئيس تمام سلام هذه الحكومة وفق رؤيته إنه بثلاثة ثمانيات وبين أشخاص سياسيين ولكن غير حزبيين وغير استفزازيين وهذا؟ إذا يعني بتاخذ ثقة وفي يحكم نحن معنا مين؟ وإذا وهن يعني في ناس عم تقول له عملها وحتى لو ما أخذت ثقة شو بيصير؟ بيصير حكومة تصريف أعمال وبيصير في مشاكل أمنية وسياسية وحزب الله لك إذا 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 خد تليفون شبكة وشال ضابط من محله خربوا الحكومة وخربوا البلد ونزلوا القمصان السود وعملوا سبع أيار وعملوا ما بينعمل بالبلد. تشكيل حكومة ما حاكمك ظالمة انه تشكيل حكومه خلاف رايهم وخلاف قرارهم تحدي لهم ما يخلوا البلد يرتاح. طيب هيك بكون عم تعطيه مكسب سياسي لحزب طيب شو بعمل انا؟ طيب عم تتراجع عم تتنازل قدامهم. طيب شو بعمل انا؟ مين اللي القبضاي اللي بيقدر يتصدى لهم؟ اذا تصدينا لهم بيقولوا فتنه مذهبيه وانتم تطرف وضد الجيش وضد الدوله. وتعس بري عليهم ما بنصبر عليهم. وبلا من الله. حاله يعني شو بدنا نعمل؟ ما في حل. ما بعدك قبل شوي عم بتحذر وتقول اوعى حدا يفتكر انه اللي صار بصيدا بده يستثمره انتصار يعني لإله. طبعا هيدا رح يفسر انه هيدا استثمار لمعركة صيدا. هيدي ما بنسميها معركة، يعني هيدي اشكال احمد لأسير بسميه انا، هيدا اشكال بدنا نتواضع كتير ونحكي نسمي الامور بمسمياتها. هلا هو شو ما كان بس في قوى سياسيه بدها توظف هالموضوع لصالحها او لصالح صحيح. انا بقول انا بحذر البعض يلي بيعتبر انه هو لما اذا طرد احمد الاسير من عبره انه انتصر على صيدا. لا، صيدا اكبر من رقبته واكبر منه كله. ما حدا بينتصر على صيدا. وطرابلس عظمة ازرق ما بتتاكل، والامور بخواتيمها. نحن منقول ما زلنا نقول نحن صابرين يا اخواننا، روقوا علينا شوي واعذرونا، لازم تتشكل حكومة. نعم. هلا حكومة بثلاث ثمانيات بثلاث عشرات. هلا كل ناطر بثلاث أربعات. هلا كل ناطر عودة تيمور وليد جملاط والوزير وائل أبو فعور من السعودية، بركي بيكونوا جايبين من يعني طبخة. بعد ما يلتقوا الرئيس سعد الحريري يعني وقيادة السعودية إنه جايبين معهم يعني إن شاء الله موافقة معينة على شيء معين أو تشدد أكثر. إن شاء الله. أنا عم بقول البلد ما بيمشي بهالطريقة. لازم على السريع إخواننا بتيار المستقبل يمارسوا دورهم كاملا بتحمل مسؤوليتهم. لازم يدعى إلى جلسة مشان موضوع الحكومة. كمان إحنا عنا قرار. نعم. رئيس الحكومة تمام سلام ليس ممثلا لآل سلام وليس ممثلا لأصل المصيدبة. تمام سلام بيمثل كرامة المسلمين السنة بلبنان. نحن إذا ما بدون الشكل الحكومة لازم يدعى إلى جلسة بحضرها كل أركان الطائفة الإسلامية السنية بالبلد مع المفتي مع المرجعيات السياسية مع الحركات الإسلامية تعلم موقف إسلامي. خلص بقى، يا بدك تمشي على كيفي يا أما بتطمعك لمعلق ولا مطلع. هيدي منها شراكة، تلك قسمة غضيزة. بس هني بدي يتفقوا السنة بين بعضهم أول شيء. عم نقول يجب أن يدعى كل أركان الطائفة كل رؤساء الحكومات نتناسب 8 و14 وندعي لجلسة في بيروت وبيحضرها حتى المفتي حتى المجلس الشرعي اثنان المنتخب والغير منتخب والحركات الإسلامية يجوا لأنه الخطر داهم بيتعلق بوجودنا بهذا البلد. مستقبل هذا البلد بأيدينا. نحن بحاجة لموقف وطني كبير نحكي مع شركائنا بالوطن بصراحه. عندكم ممكن يكون عندكم مبادره معينه مثلا؟ لازم يكون الاسلاميين اليوم اخذين هذا الموقف. انا لفتني فعلا اليوم انه هالقد كنت يعني متشدد بموضوع يعني حزب الله وهيك، وقديش يعني بالتعاطي السياسي يعني لحتى يعني نستوعب الجو ما نوتره اكثر يعني. صح. منفتح على طروحات يعني طبعا. نحن بنقول ما في شيء تسويه يعني ما في شيء بالمطلق ستنا، انه والله ما في حقيقة مجردة مطلقة 100%. القضية نسبية. نحن مع الغلط، لما بيرتكب حزب الله غلط نقول له غلطت. نحن ما في عنا انه والله هن معصومين يعني انه مقدسين ما بيغلطوا،
عرفت؟ لا بيغلطوا، لما بيغلطوا بنقول لهم غلطتوا، لما بيقولوا بيشتغلوا صح بنقول لهم صح. نحن هذا الموقع الإسلامي والوطني اللي نحن منمثله يجب أن يكون مع العدل ومع الإنصاف ومع الحق. إذا واحد عمل صح بنقول له احترامي وتقديري. نحن مع المحسن أن نقول للمحسن أحسن وللمسيء أسأت. عندما كان حزب الله يقاتل إسرائيل نحن معه وإلى جانبه وندافع عن سلاحه. عندما استعمل حزب الله سلاحه في قتل العسكريين بالرياء 4 عسكريين وحمل الهدار، عندما استعمل سلاحه في الاعتداء على سيارات الإسعاف اللي عم تنقل الجرحى من القصير يلي هو قتلهم جوا، وهن هدار اللي احتضنوا الشعب اللبناني اللي هرب بويلات 2006 هيدال لما عم يقتلهم حزب الله، هذا بنقول له أنت غلطت ونحن لا لا لسنا معك بذلك. عندما يرتكب حزب الله خطيئة 6 أيار ما بيكون يوم مشهود ولا بيكون يوم مجيد، بيكون يوم مشؤوم تاريخ لبنان، بنقول له أنت غلطت. لكن نحن بيهين علينا أنه نحن هذا الكم هذا التاريخ متألق من العمل المقاوم، لأنه بنعتبر نحن أي معركة بالداخل لستنا نحن ضدها كائن من كانت. نعتبر نحن كأبناء الحركة الإسلامية نعتبر مشروعنا هو مشروع التصدي لهذا المشروع الصهيوني الذي يمكر بالأمة العربية الإسلامية كلها. نحن ما فينا عدو داخلي ولا عنا معركة داخلية، معركتنا مع هذا المشروع الكبير الذي يريد الذي يفتق بالقدس والذي يفتق بمساجد القدس وبكنائس القدس والذي يفتق بالشعب الفلسطيني والذي يطمح لأن يضع يده على المنطقة العربية وعلى الثروة العربية كلها. أمام هذا الواقع نحن عم نتناسل ونتناسى كثير من القضايا، لكن ليس وحدنا، يعني الحب من طرف واحد ما بيصير، بده يقبلنا الحب نحن معه. يعني كمان برايك انه تساهلوا يا فريق 14 اذار نعم حتى كمان تحرجوا فريق، يعني حتى يبين مين ما بده الحكومي ومين بده الحكومي. انا بقول حركه جماعه 14 اذار طيار مستقبل تحديدا بده يتواضع شوي ويعرف انه في مكون اساسي بالبلد اسمه حزب الله. ما فيك تتمك تسبه ليل نهار أو بدك تنفض الشراكة معه في تعزله يعني على الآخر كانوا مش موجود للسياسة ما نرجع على قصة صيحات الحركة الوطنية لما طلعت بعزل حزب الكتائب بأحداث الـ 75 المشؤومة وبعدين طلعت بفرط البلد. حزب الله مكون أساسي ما فينا نعزله، فينا نوعيه، فينا نقول كلمة حق، فينا نضلنا نعلي الصوت فينا نقول هذا صح وهذا غلط. لعله في عقلاء عندهم، انا بعرف انه في حوار داخلي قوي وفاعل يدور داخل مؤسسات سياسيه لحزب الله انه نحن بسوريا لوين شو بدنا نعمل. اذا انتم اتباع لولايه الفقيه ورئيسكم خامنئي ما عاد رئيسكم ميشيل سليمان، ولا بدكم دوله لبنانيه ولا بدكم نظام، ولا تضحكوا علينا وعلى اللبنانيين تقولوا نحن بدنا الدوله. ما هو نطلع عند الرئيس ميشيل سليمان قالوا شو قالوا له شو قالوا له قالوا له نحن ما قالوا قالوا له بس احنا مكفيين. انتم مكفيين لما بيكون انت ممثلك وزير الخارجيه الاغر وبيجي رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه تصريف الاعمال بيقولوا له بعت رساله ضد الاعتداءات على لبنان، انت رئيس جمهوريه فخامه الرئيس مؤتمن على الدستور مؤتمن على لبنان وعلى الشعب اللبناني وعلى سلامه اراضيه. قالوا لوزير الخارجيه بتاع حزب الله انه انت قدم طلب شكوى انه بس لا حفظ ماء الوجه. بيرفض بيرفض وزير الخارجيه البطل الممانع بيرفض طلب فخامه الرئيس وبيرفض طلب رئيس الحكومه ويحدثونك عن الدوله ويحدثونك عن النظام ويحدثونك عن السلم وعن الوقوف الى جانب مؤسسات الدوله وعن الوقوف الى جانب الجيش، وهن كتير مع الدولة وكتير مع الجيش، ولكن هدول المسلمين السنة التكفيريين جماعة طرابلس هذا من ضمن الصلاحيات، يعني انه حدود صلاحيات رئيس الجمهورية الأد وحدود صلاحيات لا الوزير لا 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 تخوله أيضا لا حكومة يعني تصريف أعمال أنت ما بيليق وزير خارجية يرفض طلب رئيس الجمهورية، واحد منهم يستقيل يا واحد منهم لازم يستقيل ويستقيل 100 وزير خارجية ما يستقيل رئيس الجمهورية. اكو حالفتنا بالمعركة يعني رئيسة الجمهورية ومن خلال يعني معركة معارك أخرى قبل يعني قيادة الجيش وإلى نعم آخره يعني نعم من هلا بلشت هلا الحقيقة يعني كمان عنا شغلة نحن بدنا نعترف شو
يعني اخوانا الاموارنا يعني على طول أن بدهم يعني كل اثنين بدهم يعملوا رئيس جمهوريه كمان يعني طوروا بالكم علينا شوي نحن والله معكم وبدنا نعمل كل مارونس وكل اثنين كل واحد كل اثنين واحد منهم بده يعمل رئيس يعني كمان كل العالم مرشحه ما بيصير يا اخي وهذا شو عم بيعمل؟ هذا عم بيعمل ابتزاز عم بيبتزون طب انتم مع التمديد لقائد الجيش اليوم نحن كنا مع التمديد لكل رؤساء الاجهزه الامنيه نبلش من عند اشرف ريفي وتوصل لعند جون قواجي ما بدهم اشرف ريفي لا شو عمل اشرف ريفي؟ ليش؟ ليش ليش قتلوا وسام الحسن؟ ليش ممنوع اشرف ريفي يكون؟ لمصلحة من؟ ليش جون قهوجي ايه؟ مع احترامي يعني شو جون قهوجي تفريغ المواقع يعني السنية والمسيحية يعني طبعا الاستفراد طبعا ما يعني عم لك ما بده أصلا هن ضد مشروع الدولة لا بقى يدشوا علينا حامض ويقولوا شندي بندي ويبيعونا كلام فوقني تحتيني نحن نحن اللبنانيين مسلمين ومسيحيين مع مشروع الدولة القوية العادلة نحن بدنا الدولة بكل مؤسساتنا بدنا مجلس النواب يجتمع مين معطل مجلس النواب بدنا تشكيل الحكومة تشكل بدنا الإدارات تمشي بدنا التفتيش يمشي بدنا القضاء يمشي بدنا الجيش والأمن يمشي نحن هذا هو طلبنا وهذا هو مطلبنا لا نريد شيئا آخر نحن مواطنين عاديين كلنا تحت حكم القانون والدستور يعني ما بعرف على كل حال نشوف الأمور لأنه هلأ بكرة بتروح يعني بننسى بعد يومين اللي صار بصيدا ونرجع اصلا بلشنا نرجع الى السجالات الداخليه يعني ما ماشي يصير في سجالات سياسيه هيدي نكهه الحياه السياسيه اللبنانيه ستنا الحياه السياسيه اللبنانيه هيدي نكهتها يعني دقي وعصيري من زمان نحن والتعب صعب من زمان يعني فبالتالي ما بيكون لبنان اذا ما في حريه وديمقراطيه نحن هيدي ميزه نشعر بحلاوتها لكن الى بس حد مش حد الى حد, حد انه الى حد الحفاظ يعني الى حد الحفاظ على البلد على المؤسسات على الوطن على السلم الأهلي على العيش المشترك على الوحدة الوطنية نحن هلا بتنتهي حلقتنا بس قبل بدي اختمها يعني من صيدا حيث زميلي هدى شديد بمحيط مجمع الأسير وعم بيقوم الجيش بتفجير يبدو بعض العبوات والغير منفجرة هدى معنا إذن مباشرة نهارك سعيد هدى نهارك سعيد لك ولضيفك وللمشاهدين بدي شير انه هيدا هو الصوره للمجمع مجمع الشيخ احمد الاسير الذي هو بعهده الجيش اللبناني واللي عم بعده عم بيتابع من خلال خبرائه يعني كشف او تمشيط المنطقه والكشف على العبوات من دقائق قليله تم تفجير عبوه وابلغنا من الجيش بعدم الاقتراب من هذا المجمع لانه ما زال خطيرا هناك الكثير من المخلفات والعبوات التي يجب تفجيرها فينا نشوف كمان بالكاميرا المباني المحيطة بالمجمع كيف تحولت فعلا ساحة يعني هذا المجمع ومحيطه اللي كان ساحة معركة المباني كيف أنها تشلعت بفعل هذه المواجهات العنيفة جدا التي دارت على مدى يومين قبل أن يسقط هذا المجمع بيد الجيش اللبناني ويفر المسلحون ويعتقل الباقي منهم هناك معلومات تشير إلى أنه عدد الموقوفين يزيد عن 60 موقوفا التحقيقات تجري مع بعضهم لدى مخابرات الجنوب هنا والبعض الآخر في اليرزي لدى مخابرات الجيش طبعا للفرز بين من له علاقة مباشرة بالتسليح وبالمواجهات مع الجيش وبقتل العسكريين ومن لا علاقة له وأن هناك بعض المناصرين ربما لا علاقة لهم وهناك أيضا يعني كانت عمليات التمشيط استمرت بالأمس واليوم رح تستمر أيضا لأنه بعد في عبوات وبالأمس أيضا تم توقيف 3 أشخاص كانوا ما زالوا مختبئين في شقق محيطة بالمجمع هذا المجمع الذي نشاهده بالكاميرا الجيش سوف يسمح لنا الدخول إلى هذا المجمع ما أن ينتهي من تفجير ما تبقى من عبوات ما زالت موجودة داخل هذا المجمع
المجمع. بالأمس علمنا أن هناك عدد كبير من العبوات وأنواع عديدة، منها مثلا خزانات من المازوت وضع عليها عبوات غير نظامية لتحدث انفجارا كبيرا هناك، وأعلمنا أيضا بأن هناك آليات مفخخة، لذلك يعني من المنتظر أن يتم تفجير ما تبقى من عبوات اليوم وأن يسمح لنا في وقت لاحق من الدخول إلى المجمع. بالأمس كانت هناك أكثر من زيارة لأكثر من مسؤول، وآخرها كان لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الذي كشف على مسرح الجريمة، طلع على الموجودات أو الأسلحة والذخائر الموجودة داخل مخزن السلاح الكائن تحت المسجد، وهذه الموجودات سوف يتم وضع جردة بتفاصيلها بكل قطعة وبنوعيتها قبل أن يتم نقلها إلى مكان آخر. إذن هذه هي الأجواء في عبرة، سمح يعني بشكل جزئي لبعض أهالي أو السكان الذين يقطنون في المباني المحيطة بالمسجد بالدخول إلى منازل لهم وأخذ بعض الحاجيات، ولكن ليس مسموحا بالبقاء وقتا طويل هنا من أجل إنهاء عملية التمشيط وتفجير ما تبقى من عبوات ناسفة ما زالت موجودة في هذا المربع الأمني دولي. نعم. دولي. شكرا هدى، شكرا، يعطيك العافية. يعني القصة مش قصة كم بارودة، كمان شفنا قديش مجهز ممكن الموضوع 100 بارودة. شوف أصغر شبيح بيشتغل على المرفأ عنده 100 بارودة. لهم تنتهي حلقتنا. أنا بشكرك استاذ عبد الهرموش لحضورك اليوم معنا، أهلا وسهلا فيك. وبنشكر كل المشاهدين طبعا. شوي عليك اليوم. لا بالعكس، أهلا وسهلا فيك، عندك كل الحرية تعبر عن رأيك. شكرا لك. فاصل خلصنا. هنا نشكركم إذا مشاهدينا وإلى اللقاء.